اهلا بيكم في قناة البوهيمي. النهاردة هنكمل الكورس بتاعنا، ودي تالت حلقة. هنكون بنرسم مع بعض العينين بتاعت البورتريه، ونشوف ازاي بنعمل ظل ونور ليها. يعني النهاردة بداية الظل والنور للبورتريه بتاعنا. انا هنا هشتغل بفحم نباتي وفحم صناعي. ده الفحم النباتي، بكون بدي طبقة. الناس اللي حضرت معايا قبل كده الحلقة بتاعت الرسم بالفحم هتعرف ان احنا كنا الاول بنفرش زي طبقة كده في الاول عشان تديني اول درجة ظل وتعمل مساحة من الظل. المساحة دي تديني غنى في الدرجات بتاعت الكتلة. بعد كده ببتدي استخدم فرشة او الودانة او اي حاجة واسيح بيها بالظل اللي انا عملته، لكن بحكمة. يعني مش هكون بمسح وخلاص او بسيح وخلاص، وببتدي احط برضو درجات تانية في الاماكن اللي محتاجة ظل، كأني برسم وبفنش خلاص بالقلم ده او بالفحم. وبعدين اعيد نفس الموضوع مرة واتنين وتلاتة زي ما انا عاوز، لان في الاخر هسيب برضو بصمتي وهعمل اسلوبي وهستخدم اهو القلم بعد كده الصناعي، ويعتبر يبقى اخر طبقة، وده اللي هظهر فيه التكنيك بتاعي. الفحم كمان خامة صعب شوية، مش زي الرصاص في فكرة ان هي بتندمج بسهولة، فعشان كده بنحتاج ان احنا نسيحها وبعدين نبتدي نحط درجة تانية لحد ما في الاخر نسيب درجة من غير تسيح عشان يبان البصمة بتاعتنا والاسلوب بتاعنا. فمش مهم الواقعية المفرطة اللي تبقى زي الاصل، زي الكاميرا بالظبط، لكن لازم برضو زي ما كنا بنقول قبل كده نحط البصمة بتاعتنا، لازم احساسنا يبان. نركز لللاين بتاع الحاجب عشان نقدر نعمل شعر مظبوط، لان الحلقة اللي فاتت في ناس لما عملت التحدي كان في مشكلة في شكل الحاجب. كمان الرموش، الاتجاه بتاع شعر الرموش بيتعمل ازاي، ان هو في الاول بيبقى ليه كثافة وبعد كده بتقل الكثافة دي. في حلقتين عملناهم للعين، لرسم العين، هسيب لكم في اخر الفيديو الروابط بتاعتهم اسفل الفيديو، ممكن تتابعوهم هيكونوا بيساعدكم جدا. الاجزاء اللي جنب العدسة بتاعت العين اللي هي بيسموها البياضة بتاعت العين دي ما ينفعش نسيبها بلون الورقة، لازم تاخد تون معين، تاخد شادو تدريج، عشان هي عبارة عن كورة، فلازم تبقى متدرجة، ما ينفعش تبقى تون واحد هتبقى كأنها مسطحة، فاحنا مش بنسيبها كده وخلاص. نركز على الغائر والبارز والتجاعيد او الجفون والانحناءات بتاعت الجفن بالذات اللي فوق. ينفع اكون برضو بزود تاني ظل واسيح الظل ده، وفي الاخر اسيب زي ما قلنا البصمة بتاعتي او الفينش الاخير اللي يبين اسلوبي او احساسي في الوقت ده. كنت بحكي مع حد امبارح بخصوص ازاي يتقن الظل، كان بيقول لي عندي مشكلة ان اعرف اعمل تونات مظبوطة واحط ظل مظبوط بحيث الملامح تطلع نفس اللي انا برسمها او الشكل هو نفسه. فكنت بقول له الموضوع محتاج تدريب كتير جدا، ان العين تتدرب تحفظ اماكن الظل وشكل الظل وتعرف تميز الظل اول ما تشوفه على طول، فده محتاج عين متدربة. وعين متدربة يعني اشتغل كتير يوميا، اكون برسم صورة واثنين وثلاثة وعشرة، مش ارسم لي رسمة كل ثلاث شهور واقول ليه مستواي مش بيعلى. ده طبعا لازم اكون برسم كتير جدا. كمان ممكن استخدم الاستيكة بتاعت الفحم علشان اقلل الظل في اماكن معينة، وكمان ممكن استخدمها عشان اكون بمسح لو في اي غلطة. الاستيكة بتاعت الفحم دي عاملة زي الصلصال كده. فالموضوع محتاج منكم تدريب كتير، تدريب للايد، ان الايد رسمت كتير جدا فاتعودت تمسك القلم بتكنيك قوي خالص، ايد اشتغلت كتير غير ايد بتشتغل كل فين وفين. نفس الكلام في العين التانية، هنعمل نفس الخطوات دي.
ركز العدسة كويس جدا، لان كل عدسة بتختلف من شخص للتاني وبتختلف على حسب الاضاءة. يعني نفس الشخص على حسب الاضاءة بيختلف الانعكاس بتاعها، بيديني تونات مختلفة وشكل للظل مختلف. كده نكون خلصنا رسم العينين. هستنى منكم تعملوا التحدي وتبعتوه في الجروب، وهسيب لكم الرابط بتاع الجروب اسفل الفيديو. في فيديوهات اتكلمنا عنها اتعملت قبل كده لرسم العين، فيها دراسة للعين وازاي نكون بنرسم عين كاملة. هسيب لكم برضو الروابط تحت اسفل الفيديو. الانف هنرسم المرة الجاية المناخير، دي هتكون الحلقة الرابعة، وده التحدي بتاعنا. شكرا ليكم.